نقول لا عبرة بالدليل، لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح. أرجو يا أخوانا القواعد الكلية تكتب القاعدة بمعناها كما سبق، وتكتب التفريعات عن هذه القاعدة، والمهمة الأساسية التي مرتبطة بنا أن نأتي بأمثلة على هذه القاعدة، يعني القواعد الفقهية بالذات غير أصول الفقه، القواعد الفقهية لكي ترسخ في ذهنك وتستظهرها وتكون في متناول لسانك عندما تريدها، لابد أن تأتي بأمثلة كثيرة أثناء دراستك للفقه، وهذا لا يتأتى إلا وأنت تدرس في موضوعات الفقه يكون ذهنك حاضر. أنت أخذت قاعدة معينة، الأصل في الكلام الحقيقة ولا يخرج إلى المجاز إلا في شروط المقابلة الحقيقية.
Thank you.
Thank you.
Thank you.